الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا أيها الناس صح نحن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يرحمني ويرحمكم الحمد لله رب العالمين.
بنى شرعه القويم على اليسر واللين، وجعل الأمان والسلم من صفات المسلمين، والرفق والرحمة من سمات المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، ما أكثر ما يُساء للإسلام في هذا الزمان، وما أكثر ما يُساء للإسلام من المسلمين بالذات، المسلمون الذين يشوهون الدين بسلوكهم المشين وسوء فهمهم للواقع ولأحكام الدين، وجهلهم بتعاليم رب العالمين. لذلك فإننا نقول بدايةً: التكفير باسم الدين إساءة للدين، والعنف باسم الدين إساءة للدين، والقتل باسم الدين إساءة للدين، وقسوة القلوب وغلظة الطباع باسم الدين إساءة للدين. حتى أصبحنا نرى بعض المسلمين يفسرون الدين حسب الأهواء والرغبات، والبعض الآخر يطوعه لتبرير فكر أو معتقد يريد فرضه على العباد. والقاعدة العامة في ذلك والقاسم المشترك بينهم هو قاعدة خالف تعرف. عباد الله، إننا في زماننا هذا وفي وقتنا هذا وفي أمتنا وشعبنا وبلدنا، إننا في أمس الحاجة اليوم إلى حسن فهم الدين. لابد أن نغير نظرتنا للدين، ولا بد أن نفهم ديننا الفهم الصحيح، ونحتاج كذلك لحسن تنزيل مبادئه وأحكامه في واقعنا اليومي، وأن نتبع في دعوتنا، دعوتنا لأمتنا، دعوتنا لشعبنا، دعوتنا لمن يخالفنا الرأي، دعوتنا لكل الناس، رغبتنا في هداية الناس. لا بد أن نتبع في دعوتنا وفي إصلاحنا للمجتمع المنهج النبوي الرشيد، منهج الرسالة المحمدية، بما فيه من رفق وحلم وصبر وعدل. شعارنا في ذلك قوله تعالى حين قال سبحانه في كتابه العزيز: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المولى هنا ينبهنا لندعو غيرنا، ولنعلم غيرنا مبادئ ديننا، ولنحبب الآخرين في ديننا. هذه دعوة من الله، يقول لنا: ادعو إلى سبيل ربك. ولكن أيها السادة، كيف تكون الدعوة إلى سبيل الله؟ كيف تكون الدعوة لإصلاح المجتمع ولإدخال الناس في دين الله ولحمل الناس على أن يتبعوا دين الله؟ بيّن المولى في الآية فقال: بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تكون دعوتنا وأسلوبنا يتسم بالحكمة وبالموعظة والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة والكلمة الرقيقة، وبدون غلظة وبدون شدة، بالحكمة
والموعظة الحسنة، ثم وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم أي ناقشهم، أي حاورهم بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. كيف لا أيها السادة، كيف لا يدعونا ربنا إلى التحلي بهذه الصفات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهدات، ويؤكد المولى سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله تعالى في كتابه العزيز حيث يقول سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك نجد نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة في ذاته، رحمة في أخلاقه، رحمة في معاملاته مع جميع البشر سواء من أتباعه أو حتى من أعدائه. كان يأمر بتوقير الكبير وبرحمة الصغير، ويدعو إلى إكرام العزيز والأمير في قومه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فرحمة الصغير وتوقير الكبير هي من أساليب الدعوة باللين وبالكلمة الطيبة، حتى تجعل سيرتك أنموذجاً يحتذى ويتبعك به الآخرون. أيها المؤمنون، لقد بنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهجه الدعوي. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان داعية إلى الخير، إلى الأخلاق الحميدة، إلى حسن الخلق، إلى حسن المعاملة، فبنى منهجه الدعوي على مبدأين أساسيين، وهما الرفق واليسر. وكان يوصي أصحابه قائلاً يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ولقد ناله صلى الله عليه وسلم الأذى من قومه فصبر واحتمل، فسأله أحد الصحابة أن يدعو على قومه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث معنتاً ولا لعاناً، إنما بعثت معلماً ورحمة. حبيبنا في دعوته، حبيبنا في سيرته يقول لم أبعث معنتاً، والمعنت هو المشدد، هو الذي يشدد على العباد، وهو الذي يشق على العباد، وهو الذي يعسر على العباد. فلم تكن دعوة نبينا، لم تكن تتصف لا بالعنة ولا بالشدة ولا بالتضييق ولا بالحصار، إنما قال بعثت معلما ورحمة. وقال له الطفيل الدوسي حين أعرض قومه عن الإسلام في البداية، قال لنبينا أدع عليهم يا رسول الله. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتني بهم جميعا. إذن دعا لهم بالخير، دعا لهم بالهداية، رغم أنهم لم يؤمنوا به، رغم أنهم لم يتبعوا دعوته ولم يستجيبوا له، إلا أنه كان يدعو لهم بالخير، وكان يرجو أن يؤمنوا وأن يكونوا من المؤمنين. وحين أصابه الأذى من أهل الطائف فآذوه وشتموه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فوكل الله بأمره ملك الجبال وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قومه الذين ضربوه، أهل الطائف الذين آذوه، الذين أغروا به السفهاء والضعفاء والأطفال وأدموا قدميه، رغم هذا يبعث الله له ملك الجبال
لينتقم منهم، ليعذبهم، ليلحق بهم العذاب والأذى، لكن الحبيب محمد الرحمة المهداة ماذا يقول؟ يقول: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها بمنهجه الدعوي العملي السمح، حيث كان صلى الله عليه وسلم ماذا كان حبيبنا؟ اسمعوا إلى سيرته أيها الدعاة، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، يا من نصبتم أنفسكم لإصلاح المجتمع ولهداية الناس، اسمعوا لكم في سيرة رسول الله أسوة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن معاشرة أهله في بيته، ويحترم جلساءه، ويقوم بواجبه مع جيرانه حتى من غير المسلمين، وكان يعود المرضى ويواسي المصاب الحزين، ويشيع الجنائز، ويصلح ذات البين. وكان صلى الله عليه وسلم يغيث الملهوف، وينصر الضعيف، ويرد الظالم عن ظلمه. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. لم يضرب إنساناً ولا رجلاً ولا امرأةً ولا شيخاً ولا صغيراً ولا كبيراً ولا دابةً ولا أي شيء إلا الجهاد في سبيل الله. وما كان صلى الله عليه وسلم يتهم أحداً بعينه بالكفر أو النفاق أو الفسق أو الفجور. نحن أخوة الإيمان، هذا مبدأ هام، لابد الدعاة إلى الحق لابد أن يدركوا هذا. كثيراً ما نسمع في زماننا هذا وفي نقاشاتنا وفي جلساتنا وفي فضائياتنا وفي وسائل إعلامنا، كثيراً ما نسمع صيغة التكفير ونعت الآخرين بالفسق والفجور والكفر والإلحاد، وبأن هذا من الطاغوت وهذا من أتباع الطواغيت. وهذا كثرت اتهاماتنا لبعضنا، لكن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يتهم أحداً بكفر أو فسق أو فجور أو نفاق أو أي صفة ذميمة، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء المؤمنين، ويرد على جرائم المنافقين، المنافقون الذين كانوا يعايشونه في المدينة، وكان يعرفهم واحداً واحداً، إلا أنه كان يرد على جرائم المنافقين بالستر واللين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا. لم يصعد يوماً المنبر ليفضح إنساناً، ليفضح مؤمناً، ليفضح كافراً، ليفضح منافقاً، أبداً ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم أيها الدعاة، فلنتعلم أيها المسلمون من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتوفي رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المنافقين بأسمائهم رغم علمه بهم، إلا إلى أمين سره سيدنا حذيفة بن اليمان. لم يسر نبينا بأسماء المنافقين إلا لأمين سره ولشخص واحد، ولم يذكر ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، ولا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن أبرز هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة من يخالفه العقيدة والدين
أنه صالحهم وعاهدهم وصبر عليهم، أي الصبر على من يخالفونك الرأي، الصبر على من لا يلتزم مثلك، الصبر على من لا يقوم ربما بما تقوم به أنت، بل وتعامل مع بعضهم بيعاً وشراءً واستفاد من بعض خبراتهم بما لا يخالف أحكام الدين ولا يضيع حقوق المؤمنين. وحتى في حالة الحرب وفي حالة القتال يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أرسى أخلاق الحرب والقتال في تاريخ البشرية، حيث كان صلى الله عليه وسلم من تعاليمه في الغزوات وفي الخرجات وفي القتال أنه كان ينهى عن مباغتة العدو ليلا، أي يأمر أتباعه في القتال وفي الغزوات ألا يباغتوا أحدا بالليل، لأن الناس يسكنون في الليل وينامون في الليل، فالقتال في النهار. وكذلك كان ينهى أن يقتل راهب في صومعته أو امرأة أو شيخ أو صبي أو رضيع، فهؤلاء لا يقاتلونكم وبالتالي لا يجوز قتالهم ولا يتجوز التفجيرات ولا يجوز القتل الجماعي، فهذا ليس من ديننا. كما نهى عن قطع الأشجار وإفساد الأثمار وحرق وتخريب الديار، ومآثره في هذا أكثر من أن تحصى. ولقد رأى يوماً امرأة ميتة في غزوة من الغزوات فأعرض عنها بوجهه مغاضباً وهو يقول: لما تقتل هذا؟ إنها امرأة، لما تقتل هذا؟ فما كانت لتقاتل، أي أنها لم تقاتل ولا يمكن أن تكون من الجنود المقاتلين وبالتالي لا يجوز قتلها. واعلموا أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف في طباعه الغلظة والقسوة كما نراها في طباع البعض من المسلمين، هدانا الله وإياهم وأصلح بالنا وبالهم، ولم تعرف في طباعه الشدة والعنف، ولم يعرف البغي ولا التشفي ولا النقمة ولا الكره، بل كان صلى الله عليه وسلم فيضاً مشعاً بالحب والرحمة والرأفة واللين، حتى قال الله تعالى في شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها المؤمنون، إن أفضل المناهج للدعوة وإصلاح الفرد والمجتمع، كلنا نبتغي إصلاح المجتمع، كلنا يتمنى أن يكون داعية إلى الله وإلى سبيل الله وإلى تعاليم الله، ونريد كلنا أن نصلح المجتمع، لكننا نقول إن أفضل المناهج للدعوة وإصلاح الفرد والمجتمع هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والسير على هديه، وذلك من خلال قول الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى كذلك: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، هدانا بالإسلام إلى صراطه المستقيم، ودعانا إلى اتباع نبيه الكريم ومنهجه القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: إن الله يحب المحسنين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الدعاة ورائد المصلحين، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ما ينقص المسلمين والدعاة في هذا العصر وفي هذا الزمان، ما ينقصنا حقيقةً هو أن يشهدوا للإسلام بسماحته ورفقه وحلمه شهادةً عملية لا شهادةً قولية. ترى الكثير من المسلمين يقولون هذا بأفواههم، ولكنهم لا يجعلون هذا سلوكًا عملياً في تصرفاتهم. فلا بد أن تكون شهادتنا للإسلام بأنه دين السماحة ودين الرفق ودين الحلم، لا بد أن تكون شهادتنا شهادة عملية من خلال معاملاتنا وسلوكياتنا، فذلك أبلغ في الدعوة وأنفع للدعوة وأوقع في قلوب المدعوين. واعلموا رحمنا الله جميعاً أن أفضل مظهر لإحياء السنة النبوية خاصة في مجال الدعوة وفي مجال هداية الناس وفي مجال إصلاح المجتمع، لابد أن يكون هذا المظهر يتمثل في اتباع المنهج النبوي بسماحته في الدعوة إلى الله تعالى. ومن يخالف هذا المنهج ولو ظهر ببعض مظاهر السنة على أهميتها وضرورتها وإلحاحنا على تطبيقها، إلا أنه قد يظهر بمظاهر السنة ولكن فعله يخالف السنة، فليعلم من يفعل ذلك أنه مسيء لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين. قال تعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من الله. فليحذر الذين، من؟ يخالفون عن أمره، يخالفون شرع الله وسنة رسول الله وتعاليم ديننا في الدعوة إلى الله والرفق واللين بالناس وعدم التشديد والتعنيت على الناس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، كثير من الدعاة وكثير من المسلمين سقطوا في الفتنة، وقعوا في الفتنة لأنهم لم يفهموا تعاليم دينهم الفهم الصحيح. واستمعوا معي أيها المؤمنون الكرام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل للمعروف وجوهًا من خلقه، المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير ودعوة الناس إلى الخير وهداية الناس، كل هذا من المعروف. الله جعل من خلقه فئة منهم يدعون إلى المعروف وهم من أهل المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل للمعروف وجوهًا من خلقه، حبب إليهم المعروف، هم يحبون المعروف والأمر بالمعروف، وحبب إليهم فعاله، أي هم يحبون فعل الخير، ووجه طلاب المعروف إليهم، ويسر المولى لك أيها الداعية بأن يأتيك طلاب المعرفة وطلاب المعروف وطلاب الخير، ويسر عليهم إعطاءه
كما يسر الغيث إلى الأرض الجدبة ليحييها. إذن المولى يسر لك العمل ويسر لك الدعوة وجعلك من أهل المعروف ويسر لك طلاب المعروف، ومثلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك كالغيث النافع الذي ينزل على الأرض ليحييها بعد أن ماتت وكادت لا تنبت. وكذلك أنت أيها الداعية تحيي في قلوب الناس وأبناء وطنك إذن الإيمان والتقوى والصلاح والمعروف والصدق والأمانة والإخلاص، ولكن يجب أن يكون ذلك باللين. ثم يقول الحبيب محمد: الحديث لم يتم، ويحيي بها أهلها، أي ذلك الغيث يحيي الأرض، وبالتالي أنت تحيي العباد. وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه، أناس آخرون لا يحبون المعروف ولا يأمرون بالمعروف بل يأمرون بالمنكر، وتراهم في كل مجلس يدعون إلى المنكر ويفعلون المنكر، وما أكثرهم في هذا الزمان، وآخرهم ما رأيناه من فعال يعني أعداء الدين وهذه الجمعيات التي تريد أن تخرج بنا عن تعاليم الدين. هذه الجمعية جمعية فيمن التي هي جمعية النساء عاريات الصدور اللائي يتبرجن ويظهرن مفاتنهن في المجتمع، إنهن ممن يأمرن بالمنكر وينهين عن المعروف. إذن وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف، هم لا يحبون المعروف، وبغض إليهم فعاله ولا يفعلون المعروف، وحظر عليهم إعطاءه وهم لا يعطون المعروف، كما يحظر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكها. دائما يضرب المثل، هم كالأرض الجدباء التي لم ينزل عليها غيث وبالتالي لا يمكن أن تنبت ولا أن تنفع. إذن كما يحظر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكها ويهلك بها أهلها، وما يعفو أكثر. فأحسنوا أيها المؤمنون، أحسنوا أيها المسلمون، أحسنوا أيها الدعاة، أحسنوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنوا تقديم الإسلام للناس يرحمكم الله، وكونوا رفقاء بإخوانكم وأبناء وطنكم وبالمؤمنين والمسلمين، واصبروا على من خالفكم الرأي، واصبروا على من آذاكم، واصبروا حتى على أعدائكم، واجعلوا شعاركم في الحياة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة والله ولي المتقين. اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. صل على نبينا الحبيب صلاة تذكرني بخلقه الكريم كلما تلوتها، وتشوقني إلى جنابه الرحيم كلما رددتها، وتهديني طريقه المستقيم كلما كررتها. اللهم صل عليه صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال، ومن نفحاتها حسن المآل، وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا،
ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، نسألك أن تحفظنا والمسلمين من الفتن والبلايا ومن الآفات والرزايا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرفها عن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم من روع الآمنين وأخاف المؤمنين فرد كيده يا رب العالمين، وافضح أمره يا أرحم الراحمين، وكف عن المسلمين شره يا رب العالمين. اللهم اهد ضالهم وعلم جاهلهم وردهم إلى كتابك وسنة نبيك، فمن أبى فأنت حسبنا، فاكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم أنت إلهنا وأنت ملاذنا وأنت عياذنا وعليك اتكالنا، اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء، اصرف عنا وعن المسلمين كل ضراء، ادفع عنا وعن المسلمين كل بأساء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الأعراض والدماء، اللهم احفظ منا ومن المسلمين الأعراض والدماء، وانصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وفي كل بلد من بلاد الإسلام ترفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حبب أبناءنا وشبابنا، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد بينهم وبين رفقة السوء، وبينهم وبين أصحاب السوء، واحفظهم من المخدرات والمحرمات، ومن الزنا والزلات، ومن شرب الخمر والموبقات. اجعلهم أسوياء، عمر قلوبهم بالعلم واليقين، وكره إليهم التشدد والتعصب في الدين، واجعلهم بهدي حبيبنا محمد مقتدين وعلى آثاره سائرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك برفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وقوهم بقوتك. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله
ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل الله يبارك فيك.